أخيراً، الحكومة تحسم مصير مخلفات البناء قبل 2008، وهذه رسالتها للمواطنين. تواصل الحكومة المصرية ممثلة في الوزارات المعنية سواء الإسكان أو التنمية المحلية وغيرها توضيحاتها للمواطنين بشأن حالات اللغط في قانون التصالح في مخالفات البناء، ويتساءل الكثير من المواطنين حول مصير مخالفات البناء التي تمت قبل عام 2008 في ظل وجود آراء متناقضة بين المسؤولين، فالبعض يقول إن القانون ينطبق على جميع المباني التي تمت قبل وبعد 2008، فيما يقول آخرون إن المباني قبل 2008 لا ينطبق عليها القانون. وحسمت الحكومة الجدل المثار حول هذه المنطقة، حيث كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان عن موقف المباني التي تم تنفيذها في القرى قبل عام 2008 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع. وقال المصدر إن المباني في القرى قبل عام 2008 لا يوجد عليها أي تصالح، فلا يشملها القانون، لأنه قبل صدور قانون البناء الموحد لم يشترط الحصول على ترخيص للبناء في القرى والمناطق الريفية. وأكد المصدر على أن المباني إذا شهدت أي زيادة في الأدوار بعد 2008 عليه تقديم طلب تصالح على هذه الأدوار وفقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء. كما شدد المصدر على أن الحالات المخالفة قبل 2008 في المدن والمناطق المخططة وفق أحوزة عمرانية وخطوط تنظيم تخضع للتصالح. وفي وقت سابق نفت وزارة الإسكان ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بعدم تطبيق أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء على المخالفات التي وقعت قبل عام 2008، أي قبل صدور قانون البناء، بزعم أن هذه المخالفات أصبحت قانونية وأنه يتم التعامل مع المخالفات التي وقعت في ظل قانون البناء وحتى عام 2017. وأوضحت الوزارة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأنه يتم التعامل مع كافة المخالفات القائمة قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 وعدم قصر التصالح على المخالفات التي وقعت بالمخالفة لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 فقط، في ظل الوضع الذي فرضته الظروف والأوضاع التي مرت بها البلاد خلال الفترات السابقة وانتشار البناء العشوائي.